سنة خير وسعادة. كل سنة حضراتكم طيبين يا رب دايما عند حسن ظنكم. جمهوري كل سنة واحنا طيبين وكل سنة وانت طيب. وقبل 100 سنة إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين لأحلى مشاهدة على قناة المحور. سنة كلها نجاح وتوفيق. 2019 فاتحة لكم ايديها بالخير. خلوا بالكم يا جماعة. لقيت نفسي في دار من نار تحكمها الأفعى براس شيطان تضرب فينا وتعذب وتعلمنا القهوة المر. قصة قصيرة بتحكي حياة طفل في دار ملائكة الرحمة، أو بالمعنى الصحيح دار شياطين جهنم. الأطفال اللي جوه الدار دي اتعرضوا لأبشع صور الإهانة والتعذيب، ضرب وسحل اغتصاب وانتهاكات بجميع أشكالها. هذا هو الحال في جميع دور الأيتام في مصر. هبة مجدي أفضل ممثلة شابة تلفزيون.
كان صانع البهجة وقدم الكوميديا بشكل مختلف. أفضل ممثل كوميدي تلفزيون أحمد أمين. يا حبيبتي مالك؟ ايه ما تسمي الله في قلبك مالك؟ ده كله بتاع مين؟ ده كله كله 29 استنى يا ابراهيم. هو ابننا اسم الله كده من وهو صغير وهو فرع وجسمه فاير ومبهول لنا الشقه. مالك ايه؟ مالك مالك في ايه؟ بقول لك احترم نفسك. ليه كده؟ ايه في ايه؟ انت مش شايف اصلها من اول الطابور وهي واقفه؟ عينيها مدوره عامله زي الكوره اللي في ايد ابنها. طب عينيها ما شاء الله كفر. كفر كده. لو سمحت اكتبي يا مدام سنه 5 سنين. تهيأ لأحسن ممثل كوميدي تلفزيون أحمد أمين. كانت مفاجأة لجمهورها كل مرة بيشوفوها بشكل، لكن المفاجأة الكبرى إنها تكون كوميديانة وتكون أفضل ممثلة كوميدية تلفزيون ريم مصطفى. أنا عايزة أفهمك، فلوس كورسات إيه اللي أنتوا عايزينها تاني؟ أنا خلاص حطيت صوابع العشرة في الشق منكم. ما تعملوا مجهود شوية، اعملوا مجهود وذاكروا. على أيامنا كنا بنذاكر على لمب الجاز وكنا بننجح، لا كان في كورسات ولا دروس خصوصية. أنا بفكر في مصلحتكم، والله هتسقطوا وبكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. بس والله العظيم كلب فيكوا هيسقط، مش هتشوفوا وشي تاني ولا هتعرفوا لي طريق جرة. وروني بقى هتعرفوا تعيشوا من غير ازاي. ها؟ أفضل ممثلة كوميدية ريم مصطفى. نجم من نجوم النادي الأهلي تألق طول العام وسجل أهداف حاسمة وحصل مع الأهلي على بطولتي الدوري والسوبر المصري. أفضل لاعب في مصر الكابتن وليد سليمان. تحية للكابتن وليد سليمان نجم النادي الأهلي. الزملكاوية يسقفوا يا جماعة، بلاش النفسانة دي. وليد سليمان وشنطة الإجوال وزماستر اوف سسبنس. تحية للكابتن وليد سليمان. أفضل سيناريو تلفزيون الرحلة عمرو الدالي وأحمد وائل. ما انتوا حاسين ان الواد ده خطر قوي؟ ما بلغتوش البوليس؟ انت مش فاكره ولا عارفه اي حاجه. عمري ما كنت متخيلك وانت كده. تمام انت كده مرضيه؟ تدفع كام واسلمك البيت والله؟ الطياره كده هتفك. تحيه المسلسل الرحله وافضل سيناريو لعمرو الدالي واحمد وائل. أفضل تصوير تلفزيون مسلسل نسر الصعيد محمود يوسف. كان يهدينا في الصعيد.
الصعيد هنا في كل قرية كبيرة اللي بيحكم ما بين الأهالي وبين بعضها. البلد دي بيحكمها آني قانون يا سيادة المأمور. قانون الجناوي. أيوة أنا زين الجناوي. عايزين ظابط مباحث مش عادي. أفضل تصوير تلفزيون نسر الصعيد محمود يوسف. أفضل مسلسل كوميدي الوصية المنتج كريم أبو زكري. أنت عارفة إن أبو رغم سخافته أحيانا عيد ميلادك بكرة؟ ما أعلنوش يعني في التلفزيون إنه إجازة رسمية. مشكلة في العشة من تحت وتقل دمه على طول بقى. بس أنت عارف القبول ده بتاع ربنا يعني. ملك الجمال يا حبيبي يعني دي أحلى واحدة ومدي لها شهادة بكده. تافه قوي. معلش بقى يا سمسم ما قدرتش أنا أتبرع له عشان فصائل دمنا مختلفة. أنا إيه كابيتال وهو إيه سمول. هل هو يستاهل؟ تحية لمنتج كريم أبو زكري. عايزين بقى يا جماعة كلنا كده مع بعض علشان الست دي بتسعدنا، فاحنا عايزين النهاردة نديها حقها ونسعدها، لأن هي اسم على مسمى، هي حالة من البهجة، هي لمت الأسرة المصرية، هي اللي غيرت مسار التوك شو بعفويتها، هي أوبرا وينفري الشرق. والله زي ما بقول لك كده تعرف قيمة الكلمة، فنانة من تراث خاص، إعلامية زي ما بيقول الكتاب. صاحبة السعادة ده مش لقب، ده أسلوب حياة. هي إسعاد مصر المبدعة، إسعاد يونس. مناسبة رائعة ولا زالت مستمرة، عيد ميلاد الأستاذ حميد الشاعري. حميد بالنسبة لكم اختلف من زمان لدلوقتي؟ شخصية أسطورية مش هتكرر تاني. حميد ساين بتاع أي نجاح لأي حد. أنا اسمع إيهاب ده أول مرة. أكتر من 20-25 واحد قاعدين. أول ما ابتدي كل الناس راحوا ماشيين قاعدين مستقبلين البتاع اللوكيشن. سماك ابو اطلقت عليه كابو قعدت فتره كبيره هو بس. يا جماعه انا جايه لكم في الكلام، اسعاد يونس الظهر لعب معاها وواخده جايزتين اذاعه وتلفزيون. برنامج جايه لك في الكلام احسن برنامج اذاعي. في ناس مجرد ما تقابلها تبتسم تديك امل تلاقي بكره بيترسم. مش هقولك امثله كده والسلام، استنى بس جيالك في الكلام. استنوا بس. اسعاد مصر يا جماعه، عايزاكي تسعدي الجماهير اللي قاعده معانا النهارده. يا حبايبي حلوين ورفيعين ولابسين حلو خالص والرجاله امارات. شفت احمد عز وعمرو يوسف مبدعين. وعمرو يوسف يا خراب يا خراب على الحلاوه يمنا. انا بحبكم قوي والله العظيم، انتوا ثروه مصر بجد، واوعوا تفتكروا او العقيده دي تتهز عندكم. احنا قوه مصر الناعمه اللي مش هتقدر تعيش من غيرنا، ولا احنا نقدر نعيش من غيرها طبعا. ربنا يخليها لنا ويخلينا ليها. عايز اقول حاجه على جايزه جايلك في الكلام. الحقيقه ان الجايزه دي عن برنامج جايلك في الكلام، انا بقالي سنتين بعمله مع مؤسسه مصر الخير. واللي انا عايز اقوله ان مؤسسه مصر الخير الحقيقه على يدي مؤسسه هامه جدا، بتعمل شغل عظيم جدا، وانا شفت حاجات بعناية يعني، محتاجه مسانده مننا كلنا، لان الناس اللي فيها كلهم جادين جدا، وكم الاعمال اللي انا شفتها بعيني يفوق الوصف والخيال. فدي حاجه احنا محتاجين كلنا نحييها ونسعد انها موجوده معانا. ميرسي على صاحبه السعاده، الجمهور هو اللي معانا، والجمهور هو اللي اداني يعني
نفخة الحياة أو زخة الحياة. لما مشيت من مكان رحت المكان هنا كنت سعيدة بيهم وهنا كنت سعيدة بيهم، ربنا يخليهم لي هم اللي أنا يعني محمية في ظلهم. كتر خيركم، كل سنة بنحبك يا إسعاد. تحية لإسعاد مصر. معروف بالاحترام والمصداقية، أسلوبه راقي وحضوره جعل منه إعلامي مميز، نجم التوك شو، أحسن إعلامي أسامة كمال. أستاذ حامل أفكار بيكتر الخداع، خداع البصر، خداع العقول. عشان كده لازم تعرف الأول وتكون وجهة نظرك أنت. بعيد عن أي حد ممكن يكون بيحاول يخبي عنك الحقيقة أو يلعب عليك ويتوهك، وتتوه معاه بشوية ألاعيب ودوشة. تحية لأحسن إعلامي أسامة كمال. أفضل مذيع راديو أحمد يونس. لسه معاكم أحمد يونس على راديو 90 90، وجات لي رسالة بتقول إيه يونس حكاية البرنامج؟ والحقيقة في برنامج، والحقيقة معاده جديد جدا، 7 صباحا على الراديو 90 90. أما اسم البرنامج أنا معرفش، أنتوا اللي هتحددوا اسم البرنامج إيه، لأن أنا محتاج مساعدتكم في الموضوع. تحية لأفضل مذيع راديو أحمد يونس. فين جمهور الراديو معانا هنا؟ طبعا مساء الخير على الناس الموجودين كلهم. دايما مذيعين الراديو بيبقى ليهم حته لوحدهم كده، دايما كنا نقول عليهم في الظل، لكن باستفتاء زي استفتاء دير جست وزي المؤسسه المحترمه اللي دايما بتختارني الحمد لله بناء على تصويت الجمهور، بقى مذيعين الراديو ليهم وجود الحمد لله. انا بهدي النجاح ده للمؤسسه الجميله اللي انا بشرف ان انا بشتغل فيها، الراديو 90 90، لانها اذاعه محترمه جدا وانا فخور جدا ان انا فيها، وبهديها لكل واحد من المستمعين اختارني، وبهديها للمؤسسه الجميله مؤسسه مصر الخير اللي اشتغلنا مشوار طويل من اعمال الخير. شكرا ميرسي جدا. صانع البهجه على الشاشه، رمز للضحك والضحكات، بيومي افندي، افضل برنامج كوميدي بيومي فؤاد. 4 أفراد و3 دول أوروبية تقريبا. احنا كنا عايزين حاجة صغيرة كده يا دوبك نقضي بيها مشاوير. طيب وحياتك الميزانية اللي بتتكلم فيها قد ايه؟ 15 يورو. لا جنيه. مستحيل. الحق يا جماعة، واحد جاي 15,000 جنيه عاوز يدفعه مقدم عربية. مين مسلك الأعلى بينا؟ ما بشوفك أقول الحمد لله. تحية لبيومي فؤاد، أفضل برنامج كوميدي بيومي أفندي. إيه بيومي؟ مساء الخير. جيت أعمل دراما طلع لي سيد رجب، جيت أعمل كوميدي طلع لي أكرم حسني، قلت أعمل برامج. ربنا يسهل. طبعا لا برامج كوميدي، يعني أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفقني
انا متشكر لحضراتكم جدا وتصبحوا على خير. وعاوز اقول لحضراتكم من ساعه ما عدتوا عمرو يوسف واحمد عز بيتريقوا على البدله بتاعتي. مش عارف هي شكرا. تحيه لميوم يا فندم. ليها قاعدة جماهيرية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية بسبب حصرياتها. أفضل قناة رياضة أون سبورت يتسلمها رئيس القناة أسامة الشيخ. 7 6 5 4 3 2 1 أون إير. أدى الفريق المنتخب الوطني اليوم بصورة رائعة. On Sport. أفضل قناة رياضية. تحية لأسامة الشيخ رئيس القناة. مبروك. 90 مليون مصري، 90 مليون قلب، 90 مليون مستمع، 90 مليون عاشق، 90 90 أحسن قناة إذاعية. تحية لتسعين تسعين. ويتسلم الجائزة المدير التنفيذي شريف صلاح الدين. تحية لتسعين تسعين. غير مفاهيم الإعلام الرياضي في مصر، فتح مدرسة جديدة للإعلام الرياضي، صنع جيل جديد. أفضل مقدم برامج رياضية شوبير. التفوق ما بيجيش من فراغ، بيجي من اجتهاد، بيجي من تعب، بيجي من جد، بيجي من كده. تعودنا كده كلنا انا وفريقنا نموت نفسنا عشان نجيب لك الانفراد، نجيب لك الخبر، نجيب لك التقرير، نجيب لك المعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه اون سبورت في كل مكان، اهلا وسهلا. كابتن شوبير افضل مقدم برامج رياضي. مساء الخير جميعا، كل سنه وانتم طيبين. سعيد ان انا اكون معاكم 14 سنه من 15 سنه في دير جيست، ان شاء الله يبقوا 44 سنه. انا الحقيقه عايز اشكر ماجد حسني، عايز اشكر مدام داليا، عايز اشكر فتحي، لان كل سنه بيرسموا على وشنا السعاده والبهجه، نتقابل مع نجوم المجتمع المصري كلهم في كل المجالات. كل سنه بهدي الجائزه لمراتي حبيبتي، بقول لها كل سنه وانت طيبه، ودايما ان شاء الله بنحتفل مع بعض. وبشكر اون سبورت الحقيقه لانه شغل جامد جدا، وما انساش ابدا اشكر صدى البلد. شكرا ليكم، سلام عليكم. مبروك شوبير. افضل موقع وجريده اليوم السابع تتسلمها جهاد الديناري. أفضل برنامج رياضي إذاعة فير بلاي زكريا ناصر. الفرقة
بلاي مش كورة بتطلع لما لعيب يتساوي. الفير بلاي ثقافة ومبدأها الاحترام. هنتكلم عن الكرة العالمية بس الفير بلاي معايا أنا زكريا ناصف على الراديو. أفضل برنامج رياضي إذاعة فير بلاي زكريا ناصف. مساء الخير. دي السنة الثانية، السنة اللي فاتت كنت هنا وقلت إن شاء الله هكون موجود أستلم الجائزة. شكر خاص لراديو 9090، أسرة جميلة بحبها جدا وأسرة البرنامج فير بلاي. أما النجاح عشان بسبب تصويت الجماهير فهي دي السعادة الحقيقية اللي أنا بحسها. إن شاء الله هكون معاكم السنة الجاية وأعمل هاتريك وأجيب الجائزة الثالثة بإذن الله. أشكركم، كل سنة وأنتم طيبين. هو سيف في الحق، بيتعامل في الإعلام بمنطق العقل، احتل مكانة كبيرة في قلوب الناس من خلال أدائه الإعلامي المتميز اللي بيعتمد على الحب. هو ظاهر أينما حل على أي قناة. ملعب أون، سيف زاهر، أفضل برنامج رياضي. تحية للسيف الزاهر دائما. ملعب أون، سيف وشوبير. طبعا شوبير خد الجايزة ودلوقتي سيف بياخد الجايزة. مبروك يا سيف. طبعا بشكركم، بشكر دير جاست، بشكر دكتور ماجد، بشكر بوسي يعني للسنة الثانية موجودة هنا، بشكر طبعا أون سبورت وأسامة الشيخ، ويعني من اسعد اللحظات الحقيقه اللي اكون معاكم، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون خير كده. بشكركم جدا. السنه اللي فاتت على فكره يعني السنه دي الجائزه منصفه مع الكابتن شوبير. السنه اللي فاتت شكرت الكابتن شوبير ما كانش معايا في البرنامج، فالسنه دي الحقيقه من حظي ان انا واقف طبعا مع استاذي الكابتن شوبير، والسنه الجايه ان شاء الله. أفضل مطرب شاب، أحمد جمال. صاحبة الصوت والعفاف، أحلى واحدة في البنات، اللي عمري ما قلبي شاف زيها في المخلوقات. تسمحي لي برقصة هادية، حين قربي منك حلم عمري تكون راضية عن وجودي بس جنبك. تحية لأفضل مطرب شاب أحمد جمال. أفضل مطربة شابة، هايدي موسى. تحية لهايدي موسى، أفضل مطربة شابة.
أفضل مطرب صاعد محمد عباس. وأفضل مطربة صاعدة كنزة مرسلي. تحية لأفضل مطربة صاعدة كنزة مرسلي. أفضل مطرب شعبي حامل شعلة الأغنية الشعبية الأصيلة ابن البلد الجدع محمود الليسي. أطوع في هواك معانا رب يا كريم يا رب. أجمد ملحن في مصر صاحب بصمة في التلحين ورؤية في الغناء. قدومه للفن كان بشرة خير يتعلموه وأجمد أغنية السنة دي ويتعلموا منه الفن ويتعلموا منه التلحين الملحن عمرو مصطفى. يتعلموا من الرقة دي يتعلموا شوف هما فين وحبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا
الموزع موسيقي أسامة الهندي. ده لو اتساب لبنى يجيلي تعب أعصاب. الملحن الكبير واللي عمل اجمل اغنيه لعمرو دياب، تحيه كبيره ليه. اسامه الهندي افضل موزع موسيقى. افضل سيناريو سينما تراب الماس احمد مراد. علمت بيه؟ علمت بيك في بطلون. دخل عليك واحد صاحبي. خدك من ايدك. رحت مشوار مع بعض. لقيتك واقع قدامي بالشقة وبركة دم تحت دماغك. ده كلام فارغ. عايزين نخلص من حد أذانا كلنا. احنا دلوقتي في السينما وابداع السينما، وافضل ممثل شاب موهبة مختلفة واداء من نوع جديد السهل الممتنع يدخل قلبك بسرعة الصاروخ. افضل ممثل شاب سينما احمد مالك. انا عرفان مني زي ما انت عرفان مني زي ما انا عرفان منك. ولاد السبكي هنا وبعدين غابة. معاه مفاتيح الابتسامة وبتشعر بالفرح لما بتشوفه. روحه المرحة وخفة دمه جعلت منه أنجح طلاب مدرسة التلقائية في الكوميديا. أفضل ممثل كوميدي أكرم حسني. المحترفين ما بيأمنوش طبنجات. تعبت الواد ده. تعبت يا جماعه ما تبقى بنادمين. ماتش للتاريخ. هزوا طولكم انتوا الاثنين وشوفوا لكم شغلانه. احنا هنلبس البدل تاني. هو انت مش هتهدى غير لما احنا نتسجن؟ عمرك شفت قبل كده ضابط عامل كمين تحت بيت صاحبته؟ انت كويس يا اسطى؟ سي عندك فيروس سي؟ تحية لأكرم حسني أفضل ممثل كوميدي 2018.